نتكلم شويه عن المنتخب الاول. طبعا احنا عندنا يوم الثلاث ماتش الجابون في الجوله الاخيره، خلاص احنا تاهلنا للمباراه الفاصله. امبارح كان في يعني كلام عن احتماليه ان مصر هتكون في التصنيف الاول، بعد ما كان كل طبعا الاتجاه اننا في التصنيف الثاني، وده بعد ما خسرت تونس بشكل الحقيقه مفاجئ من غينيا الاستوائيه، وبقت مهدده ان هي هتخرج من مرحله السباق طبعا من الاساس. يعني حتى لو كانت فرص تاهل تونس قويه، لكن احتمال موجود ان مصر ممكن تكون في التصنيف الاول. بس كومنتس بقى في الموضوع، ان اللي حصل ان الناس قعدت تحط الحقيقه سيناريوهات غريبه يا احمد، زي مثلا اننا احتمال لو صعدنا اول ان احنا هنلاعب بنين او هنلاعب الكونغو، بدل طبعا ما كنا هنلاعب الجزائر او المغرب او السنغال. يعني بالظبط، اه بنين او الكونغو كانوا بالنسبه للجمهور ارحم طبعا. لكن انا اطرف تعليق شفته في القصه دي، واحد كاتب احنا ممكن يحصل معانا حاجه كده دونت ميكس، يعني ممكن نصعد تصنيف اول ونلاقي نفسنا مثلا باللاعب مالي ونعمل عليهم وان سايد جيم ونضيع بدل الفرصه 10 وبكوره مرتده كده يشوط ديانج واحده تخبط في العارضه وفي القائم ومش بعيد في رايت الكورنر، وبعدين تخبط في الشناوي وفي الاخر تدخل جول. يعني ده طبعا سيناريو تخيلي هو كتبه. على العموم انا عندي امل وتفاؤل طبعا ان منتخبنا ان شاء الله يفرحنا ويفرح كل المصريين باذن الله. ان شاء الله يا احمد. ومهم كمان ان احنا يكون عندنا شويه ثقه، يعني لازم يكون في شويه ثقه كده موجوده، تكون يعني نكون بقى تصنيف اول، نكون تصنيف تاني. منتخب مصر يا جماعه يعني منتخب تقيل، منتخب مصر اي حد يلعبنا هو المفروض يكون خايف مننا، وهو اللي يكون شايل هم هيلاعب ان هو هيلاعب منتخب تقيل ومنتخب قوي جدا، منتخب يعني بيضم لاعب يصنف طبعا ضمن افضل ثلاث لاعبين في العالم على مدار السنين الاخيره، وهو محمد صلاح. فاي حد المفروض يكون بيلاعب منتخب مصر يكون خايف من مواجهه منتخب مصر.